بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وركوعكم وسجودكم إن شاء الله. نحييكم في ليلة رمضانية جديدة من الليالي الرمضانية المباركة، ونلتقي دائما بضيفي سماحة الشيخ ياسر الحبيب ليلقي علينا إن شاء الله ورقة بحث، وبعد ورقة البحث إن شاء الله نستقبل الاتصالات والاستفسارات ومناقشة ورقة البحث، أو استفسارات وأسئلة أخرى نتلقاها منكم إن شاء الله بحول الله وقوته. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. الله حييك ويبجيك إن شاء الله. سماحة الشيخ تتفضلون تبدأون بورقة البحث إن شاء الله، وبعدها نتلقى الأسئلة، تفضلوا. شكرا لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كنا قد رددنا في إحدى هذه الليالي الرمضانية المباركة على ذلك الحديث الذي سئلنا حوله، وهو الحديث الذي يتشدق به بقايا أبناء الطائفة البكرية، ألا وهو حديث العشرة المبشرة بالجنة. كنا قد سئلنا عن هذا الحديث، وأنا هل نقر به؟ فقلنا أنا لا نقر به، ورددناه من أكثر من وجه. في هذه الليلة ارتأينا أن نضيف إلى تلك الوجوه وجها آخر، علما أن ما يرد هذا الحديث وجوه شتى. قبل أن أدخل في ماهية هذا الوجه الذي نضيفه هذه الليلة في رد هذا الحديث، أقدم مقدمة. نقول إن المعتقد الذي تلاحظ فيه كثير من التناقضات والتكاذبات في أدلته وفي أحاديثه أو مصادره أو عقائده ومتبنياته، لا شك أن معتقدا كهذا لا يكون على حق، وإنما يكون معتقدا باطلا. بعبارة أخرى،
من صفات المعتقد الباطل أن نجد فيه هذا التناقض، لا تكاد تجد ركنا من أركانه أو حكما من أحكامه أو فكرة من أفكاره إلا وتجد في نفس المعتقد ما يناقضها. المعتقد الذي يحتوي على هذا الكم المهول من التناقضات يعلم بأنه معتقد باطل، لأن تلك التناقضات آية أن هذا المعتقد معتقد مصنوع، معتقد أرضي جاء به أهل الأرض لم يأتي من السماء. وهذا الذي يفسر أيضا أننا نجد مثلا في عقيدة اليهود والنصارى كثيرا من التناقضات حتى في كتابهم المقدس، كما حكيناه وشرحناه في أكثر من محاضرة وكتبنا حول هذا الشأن، أنك تجد مثلا في نفس الكتاب المقدس لهؤلاء تجد كثيرا من الاختلافات والتناقضات والتضادات والتباينات التي تعطينا فكرة واضحة عن أن هذا المعتقد معتقد مصنوع. ولو كان هذا المعتقد معتقدا جاء من السماء حقا لما وجدت فيه كل هذا الكم الهائل من التناقضات والاختلافات. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المعتقد البكري جار على هذه القاعدة. هنالك عقائد يحملها أبناء الطائفة البكرية، وهي عقائد راسخة ومتأصلة فيهم، لكنهم لا يلتفتون إلى أن ما في عقيدتهم من الأدلة يناقض هذا الذي يحملونه. هنالك تناقضات لا مفر لهم منها. فيما يتصل بحديث العشرة المبشرة بالجنة، هذا الحديث المزعوم المكذوب الموضوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث ترجم إلى اعتقاد راسخ عند أبناء أهل الخلاف أن هؤلاء العشرة بالفعل هم جميعا من أهل الجنة، لكن أهل الخلاف المساكين المغفلين الذين استغفلهم مشايخهم وكبارهم لا يعلمون بأن في صحاحهم في كتبهم المعتبرة أحاديث تنسف هذا الذي يعتقدونه جملة وتفصيلا. بمعنى آخر، حديث العشرة المبشرة يؤمنون به لأنهم يقولون أنه حديث صحيح، ولكن في الكفة الأخرى هنالك أيضا أحاديث صحيحة أخرى تعارض هذا الحديث أو تضاد هذا الحديث بحيث أنه لا يمكن أن يجتمعا معا. إما أن يكون أحدهما صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله، وإما أن يكون جميعا موضوعين على لسان النبي مختلقين. ها هنا أذكر حديثا واحدا مما يعارض حديث العشرة المبشرة بالجنة،
ولينظر الآن ذو الألباب أنه هل يمكن جمع هذا الحديث مع ذلك الحديث؟ الجواب أنه لا يمكن، وبالتالي لا بد من ثبوت التكاذب هنا، والمآل هو التساقط، فتسقط عقيدة العشرة المبشرة بالجنة هذه. ما هو الحديث الذي أريد أن أنقله لكم؟ الحديث رواه مسلم وغيره، ولكن الذي انتخبته من كتاب مسلم، صحيح مسلم، في الجزء السابع الصفحة 160 في باب فضائل عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رجل كان يهوديا ثم أسلم، ومسلم النيسابوري عقد له في صحيحه بابا في فضائله. في ذلك الباب نجد هذا الحديث العجيب بسند مسلم عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال سمعت أبي يقول، يعني سمعت أبي سعد بن أبي وقاص يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. سعد بن أبي وقاص يزعم أهل الخلاف أنه من جملة أولئك العشرة المبشرين بالجنة، اسمه وارد في ذلك الحديث المكذوب الذي هو مروي عن سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص الذي يفترض أنه يكون عالما بأنه مبشر بالجنة من باب أولى، لأنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: أنت أيضا في الجنة، عشرة في الجنة، أبو بكر، عمر، عثمان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد. هو نفسه سعد بن أبي وقاص لا يعرف شيئا عن هذا الحديث، ويقول: ما سمعت رسول الله يقول لحي يمشي، يعني ما عهدنا رسول الله يبشر أحدا من الأحياء بالجنة. نعم كان يبشر الأموات مثلا، شهداء بدر، شهداء أحد، أما أنه يعطي صك مفتوح لأحد يمشي، يعني أحد حي يعيش، يقول له أنت في الجنة على حد زعم سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، يقول: لم يفعل النبي ذلك إلا لعبد الله بن سلام فقط. فأين ذهب العشرة المبشرون بالجنة إذن؟ كل هؤلاء كانوا أحياء، والمفترض أن النبي بشرهم بالجنة، ولكن سعد بن أبي وقاص الذي يزعمون أنه أحد هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة يقول: أنا لا أعرف شيئا من هذا، ما سمعت رسول الله. ما سمعت رسول الله يعني شو؟ يعني ما بلغني، ما أعرف أنه رسول الله يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فإذا على هذا، إما أن يكون هذا الحديث باطلا ولا يمكن للمخالف أن يقر ببطلانه. لماذا؟ لأنه أخرجه مسلم بسند صحيح، وأخرجه غيره، ولعل البخاري أيضا ربما أخرجه أيضا. راجعوا أنتم في باب فضائل عبد الله بن سلام أظن، أو باب مناقب عبد الله بن سلام هنالك في البخاري، حتما تجدون مثل هذا الحديث أو أشباهه. فيقول: لا أتمكن من رد هذا الحديث، الحديث صحيح. فإذا أبقى هذا الحديث لابد أن يطعن بالحديث الآخر ويسقطه، وهو حديث العشرة المبشرة بالجنة، لأن هذا الحديث يناقض ذاك.
أو يضاد ذاك. طيب، إذا أراد لا أن يسقط هذا الحديث، فإن حديث العشرة المبشرة بالجنة يثبت، ولكن يكون ها هنا قد رد ما في الصحيحين، فماذا يصنع؟ يصنع ما صنعه بعض أعلام أهل الخلاف، وقعوا في حيرة شديدة بسبب هذا التضارب بين الحديثين، وقدموا تأويلات سخيفة باردة من قبيل، يعني شوف حتى تتبين لك أنه أي مستوى من العقل الهابط عند هؤلاء إن كان لهم عقل، أنه كيف هكذا يؤولون فقط حتى يحفظوا هذا التضاد على حاله ويبقى على حاله، وبالتالي يحافظ على معتقدهم المليء بالتناقضات والاختلافات. قالوا في إحدى تأويلاتهم أنه قضية العشرة المبشرين بالجنة قضية مفروغ منها، قضية واضحة مستفيضة، فكلام سعد يحمل على أنه من غير العشرة المبشرين بالجنة ما سمع أحدا النبي يقول له أنت في الجنة إلا عبد الله بن سلام، وهذا واضح أنه تأويل باطل سخيف وعذر بارد جدا ولا يكاد يقبله ذو مسكة. إحدى تأويلاتهم أنهم يقولون سعد بن أبي وقاص يقصد من بقي حيا في حال قوله لهذا الحديث، لما يقول ما سمعت رسول الله يقول لحي يمشي، يعني يقصد لحي يمشي الآن موجود الآن في زماني، يقول هؤلاء العشرة المبشرة ذهبوا ما تبقى منهم إلا سعد وسعيد، سعيد بن زيد، فهو يقول هكذا أنه بعد مضي هؤلاء ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لأحد حي يمشي الآن أنه في الجنة إلا عبد الله ابن سلام، وهذا أيضا عذر أو تأويل سخيف بارد، لأنه أولا إذا أنتم تقولون أنه قد بقي من سعيد بن زيد معه وهو باق أيضا وكلامه في هذا الحديث على الإطلاق، ثم إن عبد الله بن سلام أصلا توفي قبلهما، فالكلام كله عبارة عن لف ودوران فقط لتصحيح هذا الحديث. إحدى تأويلاتهم أنهم يقولون أنه سعد يقول ما سمعت، يعني أنا ما سمعت شخصيا من النبي أنه يبشر أحدا بالجنة من الأحياء إلا عبد الله بن سلام، حديث العشرة المبشرين بالجنة سمعه غير سعد، وهذا أيضا تأويل سخيف، لأنه كما بينا ما سمعت هنا بمعنى ما بلغني، وهكذا كان يتحدث، هؤلاء كانوا عربا فصحاء يعرفون كيف يعبرون، ما يقصد أنه ما سمعت أنا شخصيا، لا، لأن القضية لو كانت قضية العشرة المبشرين بالجنة لو كانت حقا لا كانت مستفيضة لكانت معروفة، فلا يتحدث سعد بن أبي وقاص بمثل هذه اللهجة، محال، كان عليه أن يستثني. هو في كلامه هذا ينبئنا عن أنه لا يعرف أصلا لذلك الحديث، حديث العشرة المبشرين بالجنة، وهذا ما يدل على أن هذا الحديث اختلق فيما بعد، جاء فيما بعد بفعل السياسة وبفعل موجة الاختلاقات على رسول الله صلى الله عليه وآله كما أشرنا له في الليالي الماضية. هذا جانب. الجانب الآخر أنه هذا التأويل الأخير أيضا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه في نفس ألفاظ هذا الحديث جاء عن سعد برواية الدارقطني أن سعدا يقول
سمعت، يعني هذا لفظ الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا أقول لأحد من الأحياء أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فهذا اللفظ تحمله على هذا تفهم أن المعنى، يعني لفظ الدارقطني والرواية أيضا عن سعد وبسند صحيح، تحملها على هذا الذي رواه مسلم في صحيحه، فتفهم أن المعنى من كلام سعد أن سعدا ينفي أن النبي تنبأ لأحد بالجنة أو بشر أحدا بالجنة من الأحياء إلا عبد الله بن سلام. وهذه بطبيعة الحال أكذوبة أخرى من سعد بطبيعة الحال. نحن لا نقر الآن بمثل هذه الأحاديث، نحن كلا الحديثين عندنا باطلان، نحن فقط الآن في مقام الاحتجاج على الخصم، الاحتجاج على هذا المخالف، أنه نجيب هذا المخالف نقول له: تعال أنت تقول أؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة، طيب واحد من هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة أصلا ينفي هذا الحديث، يقول أنا ما أعرف أحدا النبي بشره بالجنة إلا عبد الله بن سلام، وأنا أروي لك عن النبي أنه هو يقول لا أقول لأحد من الأحياء. الكلام هنا منسوب للنبي مو فقط لسعد، أن النبي يقول في رواية الدارقطني عن سعد، أن النبي يقول أنا لا أقول لأحد من الأحياء أنه في الجنة إلا عبد الله بن سلام. فماذا تصنع الآن؟ تعارض بين واضح، والقاعدة تقول ماذا؟ حين التعارض يقع التكاذب والتساقط، يتكاذب الحديثان فيتساقطان، هذه هي القاعدة العلمية. فانظروا إلى هذه التناقضات، المخالف مسكين مخدوع، يضحكون عليه ليل ونهار بحديث العشرة المبشرين بالجنة، أما ما ينقل له هذا الحديث الذي ينفي ذلك الحديث، ولا يتمكن من تضعيف هذا الحديث الآخر لأنه أيضا وارد في الصحيحين، حديث صحيح، سيما أن هذا الحديث الثاني يرويه من واحد من هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة بزعمهم، وهنا يتجلى الكذب ووضوح الكذب. هذا مثال. المثال الآخر من جملة عقائد الطائفة البكرية كذلك، أنهم يؤمنون أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر ابن أبي قحافة، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، وإن كان بعض سلفهم قد اختلفوا أنه أيهما أفضل من الآخر، عثمان أم علي، لأن بعضهم يقدمون عليا على عثمان، وواسفاه أنهم يساوون أمثال أمير المؤمنين عليه السلام بأمثال هؤلاء. على أي حال، الطائفة البكرية مجمعة على أنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وخير الأمة بعد النبي من؟ أبو بكر وعمر. زين، ولا يعلمون، يعني أبناء وعوام أهل الخلاف، أنهم لو رجعوا إلى أبناء أبي بكر وأبناء عمر لما وجدوا منهم مثل هذا الاعتقاد، ولا يعرفون مثل ذلك. بنت أبي بكر من؟ الحميراء عائشة. الحميراء عائشة هي بنفسها تنفي هذا الاعتقاد كما أشرنا إليه في محاضرات سابقة، ولا بأس هذه الليلة من أن نشير إلى ذلك من جديد. عائشة تقول كما في أسد الغابة في تمييز الصحابة الجزء الثالث الصفحة 100، أسد الغابة لابن الأثير، والاستيعاب لابن عبد البر الصفحة 1827،
وكتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر الجزء الثالث الصفحة 71، وهكذا مصادر كثيرة، راجعوا التهذيب وغيرها من المصادر التي تترجم لمن يسمونهم الصحابة. تجدون هذه الرواية عن عائشة بنت أبي بكر قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي من المسلمين أحد أفضل منهم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. لاحظوا كلام عائشة، عائشة تقول من بعد النبي ماكو أفضل من هؤلاء، وهؤلاء لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، أصلا ما جابت اسم أبوها وصاحبه. قالت ثلاثة لم يكن بعد النبي، بعد النبي من المسلمين على الإطلاق، حتى واحدهم لا يأتي يؤول يقول لا تقصد يعني غير الخلفاء، غير مثلا الصديق والفاروق على زعمهم. لا لا، شوف دقق في كلام عائشة، وعائشة العلم هم كانت فصيحة يعني تفهم ماذا تقول. كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي من المسلمين أحد أفضل منهم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. وين أبو بكر عمر؟ إذن أبو بكر عمر ليس أفضل الأمة، ليس أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، حتى هؤلاء بعضهم طراطيرهم طلعوا أحسن منهم وأفضل منهم. والكلام عمن؟ عن بنت أبي بكر نفسها عائشة، مو عن واحد آخر، مو عن خصم لأبي بكر مثلا، مو عن واحد رافضي أو امرأة رافضية، لا، عن عائشة نفسها. هذا أبو بكر، ابنته تنفي أنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ناخذ الثاني اللي هو عمر، ابنه كذلك ينفي أن أباه كان أفضل أصحاب النبي، وذلك تجدونه في جملة من مصادر أهل الخلاف. راجعوا تهذيب الكمال الجزء الثاني والعشرين الصفحة 375، راجعوا سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الثاني الصفحة 559، راجعوا تاريخ دمشق لابن عساكر الجزء السادس والأربعين الصفحة 488، يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد يقول، عبد الرحمن ابن عمير ابن سعد، عمير بن سعد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ابنه، وهذا عمير بن سعد كان واليا في فترة من الفترات من قبل عمر على الشام على أي حال. عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد يقول: قال لي ابن عمر، ابن عمر يقول لي، عبد الله ابن عمر، قال لي ابن عمر: ما كان من المسلمين رجل من أصحاب النبي أفضل من أبيك، اللي هو من؟ عمير بن سعد. يعني عبد الله بن عمر يفضل عمير بن سعد على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بمن فيهم أبو بكر وعمر، يقول ما كان من المسلمين على الإطلاق رجل من أصحاب النبي أفضل من أبيك يا عبد الرحمن بن عمير بن سعد. زين، هذان نموذجان على التناقض في المعتقد البكري، رواية تقول بأنه هنالك عشرة مبشرون بالجنة من الأحياء، رواية أخرى تنفي هذه الرواية أو تكذبها أو تعارضها، تقول بأن الوحيد الذي بشر في الجنة من الأحياء هو عبد الله بن سلام، والرواية الثانية هذه مروية عن أحد هؤلاء العشرة بزعمهم، فهذا تناقض فاحش، وكلتا الروايتين صحيحتان. زين،
نموذج آخر يقولون بأنه خير هذه الأمة وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر وعمر، أفضل أصحاب النبي. ابنة أبي بكر تقول لا، كانوا ثلاثة ما فيهم لا أبو بكر ولا عمر. ابن عمر هم يقول لا، واحد آخر أصلا عمير بن سعد، هذا كان أفضل أصحاب النبي. وهذا كله في المصادر المعتبرة لأبناء الفرقة البكرية. فالسؤال هنا، أيكون معتقد كهذا معتقدا صحيحا ومحق أهله؟ كلا، لأنه مع هذا التناقض فيما يمكن اعتباره أركان المعتقد، يعني هذا الركن أساسي عندهم، مو من أركان الإسلام والإيمان وإنما من المعتقد بنحو الإجمال. يقول لك أنا هذا ركن أصيل عندي، ركن ركين في عقيدتي، أنه هنالك عشرة مبشرون بالجنة. إذا الآن واحد بكري يقول لا أنا ما أعتقد بهذا الشيء، يجبون عليه حدا، ولازم تعتقد، أصلا يمكن يطبقون عليه حد الردة أيضا. وأنت ترفض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، من جانب آخر إذا رفض الآن الواحد البكري هام يرفض، يقول لا مو أبو بكر عمر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، هم نفس الشيء يسووا له. طيب، ومع هذا التناقض في كتبكم وفي الأدلة ماذا تصنعون؟ من هنا تعرفون أنه هذا المعتقد صنع من قبل البشر، كل جهة تأتي تعدل فيه شيئا ما، تضيف إليه شيئا ما، تنقص إليه شيئا ما، إلى أن تشكل بالنحو الحالي، وما زال التطور فيه. يعني مثل نظرية داروين، يتطور هذا المعتقد شيئا فشيئا، كل ما تأتي سلطة معينة، حكومة، جهة معينة نافذة ذات نفوذ بحيث تتمكن من أن تتدخل في هذا المعتقد، تلعب به يتغير، ماكو مشكلة. يعني معتقد مطاط سهل التشكل، ولهذا السبب تجد فيه تناقضات كثيرة. ليش؟ لأنه يأتي أبو بكر يسوي أشياء في هذا المعتقد، يضع أشياء في هذا المعتقد، ثم يأتي غيره يضع أشياء متناقضة، تأتي حكومة بني أمية تضع أشياء تناقضها حكومة بني العباس، تناقضها حكومات أخرى، مشايخ آخرين، كل واحد يعدل فتشيء بهذا المعتقد، يضيف يغير، إلى أن ورثوا معتقدا مليئا بالتناقضات والتهافتات. وهذا كله آية أن هذا المعتقد معتقد باطل. أما المعتقد السليم فهو الذي تجد على الأقل هذه الأركان أو الأصول متفقا عليها. لا أعني من وراء ذلك أنه لا تأتي رواية، يأتي أثر قد يخالف هذا المعتقد أو يخالف هذه الأركان والأصول، هذا أمر معتاد. الكلام في تصحيح الرواية، في ثبوتها، في قوتها، في أنها هنا تعارضا لا يمكن الجمع بينه، بين التعارضات، هنا تكون آية المعتقد الباطل الزائف. من استطاع أن يرد على هذا فليتفضل. ومن عندك سماحة الشيخ إلى البكرية نوجه هذا السؤال، من يستطيع أن يرد هذا السؤال، ومن يستطيع أن يدافع عن مذهبه وعن عشرته المبشرين في الجنة فليتقدم ونعطيه المجال للسؤال. بالبداية اتصال من الأخ أبو رضا من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم. سماحة الشيخ المجاهد ياسر الحديث، حياكم الله، وأطلب منه أن يعذرني والمعذرة، لأن قد يكون طرحي قليلا بعيد عن موضوع الحلقة وأرجو الإصلاح، ولكن يأتي في ضمن التسلسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل، عطنا سؤالك حتى نطرح إن شاء الله. نعم، أنا سؤالي طبعا وأنا المسؤول شخصيا وليس في القناة عن هذا الطرح الذي سأطرحه. تفضل. سؤال للشيعة المعجبون ببعض البكريين أمثال
مدعو حسن نصر الله، أقول لهم ماذا ترون في عدالة الرجل الذي يمتدح قاتلة الرسول وعدوة أهل الكساء بشكل عام، والتي تلطخت يديها بدماء الألوف في مجزرة الجمل، لا أقول معركة الجمل، والتي اتفقت الروايات على ظلمها ونصبها للعترة الطاهرة، ماذا تقولون في هذا البدري الذي يصفها بالسيدة أم المؤمنين، وهو بذلك لا يخالف مسلمات المذهب فحسب، بل يخالف قناعته التي نحاها جانبا من منهجيته لأمور سياسية بحتة تخدم سيد البتريين، وهو معروف لدى السادة المجتمع المشاهدين بشكل عام. إن كان ذلك لا يهز وجدانكم أيها الشيعة الموالون لمحمد وآل محمد، فماذا ترون في تأدينه للمقبور أحمد ياسين الناصب الذي لا يحتاج إلى إثبات، وأرشيفه مليء بالتصريحات النارية ضد التشيع؟ ماذا تقولون في تأدينه للرنتيسي الناصب الذي أبن المقبور صدام الطاغية وترحم عليه؟ هكذا يكون التشيع؟ هذه منهجية معصوم لأجل غايات سياسية؟ وطأنا الحق بأقدامنا، ألسيتم يا شيعة أمير المؤمنين اجتماع أحد أفراد هذا البتري وهو مغنية، وتحديدا عماد مغنية، بأسامة بن لادن وجورج حبش في عبد البارع أطوان في التسعينيات في المؤتمر الأسود الذي أطلق على هذا المؤتمر مؤتمر الإرهاب، ألسيتم اجتماع عزة الدوري قبيل غزو العراق بحزب بالله للتباحث بشأن شن عمليات انتحارية في صفوف الاحتلال؟ وأنا لست مدافعا هنا عن الاحتلال طبعا، ولكني ضد هذا الاجتماع أيا كانت الأسباب. يا شيعة أمير المؤمنين استيقظوا واعرفوا مذهبكم أكثر فأكثر، وادخلوا في تفاصيل تراث هذا المذهب، وقولوا نعم لتدين السياسة لا لتسييس الدين. وهذا الكلام على أنا أتحمل مسؤوليته، ولا أحمل القناة مسؤوليته، وأتحمل مسؤولية شخصية لهذا الكلام، وآسف عن الإزعاج والإطالة. حياك الله. وأعتذر مرة ثانية على خروجي من الموضوع، لا أحببت أن أرسل هذه الرسالة التي تأتي ضمنا في سياق موضوع سماحة الشيخ المجاهد ياسر الحبيب، وفي أمان الله. في أمان الله، حياك الله. ناخذ اتصال من اي نعم، انقطع الاتصال من عندنا، كان اتصال من اخ ابو علي من ايران. نعم، سماحة الشيخ، في سؤال، في سؤال طرحه اخ، طبعا في عندنا اتصالات احنا بس على ما يحاولونهم الاخوان، ما ادري ممكن ناخذ اذا يطول التحويل الاخواني حتى ناخذ سؤال اسئلة الاخوان اللي طرحوها علينا. تبون يلا ننطر الاتصال، لان يقولون في اخوان ناطرين. ناخذ سيد جعفر من الكويت. لان عندي انا كذا سؤال موجودين حق الاخوان. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليكم. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. أعمالنا وأعمالكم. مولانا بسلم على الشيخ ياسر الله يحفظه. مولانا شنو قولكم في اللي يقول إن راية المهدي أنزل الله تعالى فرجه الشريف راية غزو فكري وليس حربي، يعني بما في معناه ان المعتقد السائد بحيث ان يعني ما يصير سفك الدماء، وهي اقرب راية من رايات النبي صلى الله عليه وآله، يعني هي بمعنها راية حق، فالناس يدخلون في دين الله أفواجا من غير سفك الدماء. نعم إن شاء الله نحول لك السؤال إن شاء الله. أحياك الله وبياك. طبعا بعد ما أخذنا اتصال، خلنا نأخذ اتصال ثاني إخواني من الأخ أبو علي من إيران. السلام عليكم. الأخ السلام عليكم أخ أبو علي، حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخينا؟ حياك الله، طاب لونك. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك. وسلام من حضرة الشيخ. أخ أبو علي، أقول أخ عبد الله، أنا سؤالي يمكن خارج الموضوع، بس فرد مرة في أحد المحاضرات الشيخ اتطرق بأنه خرج من السجن بعناية من الإمام الحجة. نعم. فحبينا أن نعرف هذا الموضوع، إذا يوضح لنا شوية، هي هاي حلوة زيد إيمان الشخص إذا يسمعها. أي نعم. فعلى كل حبينا إذا الشيخ يقدر يفصل لنا الموضوع والعناية اللي حصلها من الإمام الحجة، نصير ممنونين. إن شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإحنا بدورنا إن شاء الله نحول سؤالك إلى سماحة الشيخ، وناخذ اتصال من الأخ أبو أسعد من الحجاز. أي نعم. السلام عليكم أخ أبو أسعد. أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله، والسلام على الشيخ العزيز ياسر الحبيبي، والله يعطيه العافية إن شاء الله والقوة، ويعطيك برضو العافية يا أستاذ عبد الله. الله يعافيك. أنا أقول يعني برضو هذه المداخلة، إنه في كتاب الصواعق المغرقة في الرد على أهل البدع والزندقة لأحمد بن حجر الهيثمي. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قرأ أي إنسان سواء وهابي سني شيعي هيلاحظ التناقضات في الكتاب، لما يجي الكلام لما يجي عن امير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه على الامام الحسن او الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، لو كان في احاديث فيها مدح لهم ويقول لك هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به وزي كذا، لكن لو جاء الكلام عن معاويه او غير معاويه في الكتاب هذا فتلاقيه يقول ما وجدوا لهم فضائل او شيء، لكن في لهم احاديث ضعيفه لكن يقول انها مقبوله، لكن امير المؤمنين غير 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 مقبوله. فيعني لو الشيخ يحضر الكتاب هذا ويوري المسلمين كلهم التناقضات اللي عند اهل البدع حول، ونسالكم الدعاء بالله يا شيخ ياسر ما تنسانا من دعائك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الله يتقبل منكم اعمالكم. وسماحة الشيخ سجل عندك الله يخليك ابو اسعد ان شاء الله في دعاء هذه الليله اذكرها ان شاء الله. ناخذ سؤال سيد جعفر من الكويت، اللي يقول في اقوال تذكر ان رايه المهدي هي رايه فكريه وليست رايه يعني راية حربية، ولا تسيل دماء من رايته، ويتسيد العالم بغزو فكري، فما ما رأيكم بهذا الكلام وهذه المقولة؟ يعني المستفاد من بعض الآثار الشريفة في خصوص الحركة المهدوية أن الإمام صلوات الله عليه سيكون الغالب على حركته، هو عين الغالب على الحركة النبوية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم حينما انطلق بحركته فإن حركته لا شك كانت تتجنب الدماء إلى أقصى حد وإلى أقصى درجة، وكانت تعتمد وكانت أنا أسمع صوت الصوت معي، تسمعوني جيدا؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله كان
يتجنب أمر الدماء إلى أقصى درجة، ولا شك أنه كان يعتمد سلاح الدليل والبرهان والفكر والمنطق، ولكن حين جوبها النبي صلى الله عليه وآله بالسيف فإنه لم يكن من بد له إلا أن يقابل السيف بالسيف كحرب دفاعية. وبعبارة أخرى، إن أعداء الحركة النبوية هم الذين ألجأوها لأن تستعمل السيف ولأن تقع هذه الحروب دفعا عن نفسها. الحركة المهدوية كذلك، هنالك بعض الآثار التي تشير إلى هذا المعنى جيدا، وأن الإمام المهدي عليه السلام حين يبدأ بحركته فإنه لا شك سيعتمد أيضا سلاح العقل والحجة والبرهان والمنطق والدليل، ولكن فئة ما من أشرار الناس سيلجئون الإمام عليه السلام إلى أن يحاربهم دفعا عن نفسه وعن حركته التي يراد منها بسط العدل وإقامة دولة الله تعالى على الأرض. فعلينا أن نلاحظ ذلك. أنا عموما لست مع يعني القول بأن الحركة المهدوية لن يسفك فيها دم واحد، أرى ذلك مبالغة ولا تساعد عليه الروايات الشريفة، كما أني لست مع تلك الروايات الأخرى والتي تصور لنا الإمام عليه السلام في حركته وكأنه رجل دموي والعياذ بالله، وأنه جاء فقط لكي يقتل ويسفك ويعني يقهر الناس على الرضوخ وعلى إقامة حكمه. كلتا الطائفتين فيها نظر، وكلا الرأيين فيهما نظر. الظاهر أن الصحيح هو أن الإمام عليه السلام يسير يعني بسيرة معتدلة، وكما ورد في أحاديث أئمتنا عليهم السلام أنه يسير بهدي محمد صلى الله عليه وآله، أو بهدي جده محمد صلى الله عليه وآله، ونحن نعلم من هدي محمد صلى الله عليه وآله هذا أن كل حروبه كانت في الواقع دفاعية ولم تكن هجومية، فالأمر بين أمرين، فليكن هذا واضح. الأخ أبو علي من إيران كان عنده طلب أنك تتطرق إلى موضوع الذي طرحته سابقا، هناك عناية إلهية بسببت خروجك من السجن، فيقول يا حبذا لو تذكرها للمشاهدين في هذا البرنامج. نعم. أبو علي طبعا من إيران، أعيد السؤال لسماحة الشيخ حتى الإخوان عندهم ريفريش يسوون حق السيستم. أبو علي من إيران تطرق إلى أن هناك عناية إلهية سببت في خروجكم من السجن، فيقول يا حبذا تذكروا هذه القصة في هذا البرنامج. نعم، تسمعوني الآن؟ نعم نعم واضح. نعم نعم، أقول إن الأمر فيه تفصيل، لكن على عجالة هكذا أقول إن العناية كانت من لدن مولانا وسيدنا قمر بن هاشم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وروحي فداه. كنت أخاطبه في أيام السجن بعدما يعني كان واضحا بالنسبة إلي أنه ما من سبيل للخلاص مع اشتداد الأمر ووطأته علينا، ولم يكن هنالك في الواقع يعني بصيص انفراج مع يعني التحريض في الشارع، ويعني أججهم الشارع علينا كثيرا
واجتمعت كثير من القوى وما كان لنا معين يعني يذكر، وإن كان معين فكان أيضا يعني مقيد اليدين. فلذلك كنت أخاطب العباس صلوات الله عليه بأنه هو من يتكفل يعني بإخراجي، وتكون تلك كرامة من كراماته إن شاء الله، وآية من آياته. هكذا كنت أخاطب يعني في الليالي، خصوصا بعد الصلاة والدعاء وما أشبه. ففي إحدى المرات أتذكر هذا الأمر جيدا، أنه كانت عادتي أنه أستيقظ لأداء صلاة الصبح، ومن ثم أبقى إلى ما بعد طلوع الشمس قارئا بعض التعقيبات والأذكار. فبعد ذلك، في ذلك الصباح، في ذلك اليوم، شعرت بشيء من النعاس فنمت، وفي المنام رأيت وكأني في ساحة كان في آخرها أو يعني على مد البصر هكذا شخص نوراني، ولا أعلم كيف وقع في قلبي أنه أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يحيط به جماعة من الناس يعني حوله، وكأنهم كل له حاجة مثلا تجاه الأمير عليه السلام. فأنا بدأت أهرول هكذا يعني وأخترق الصفوف، صفوف الناس، حتى أصل إلى الأمير عليه السلام وأعرض له حاجتي في أني أريد الخلاص من السجن، حتى أواصل أقلا هذه المسيرة إن شاء الله تعالى. الشيء العجيب الذي وقع هو أنه لما وصلت إلى يعني إلى الأمير عليه السلام، لا أعرف ما الذي حصل، اختفى كل شيء، يعني حتى الأمير اختفى عليه السلام. فشعرت بانقباض شديد أنه يعني لماذا لم يتسن لي أو لم يسمح لي بأن أعرض حاجتي وأقدمها بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن ما مضت إلا لحظات إلا ووجدت نفسي أمام حرم أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، والقبة الشريفة الذهبية أمام عيني، وكأني في شارع قبلة العباس عليه السلام هكذا. فهكذا فهمت يعني أو هكذا وقع في قلبي أنه كأن الأمير عليه السلام أحالني إلى العباس، أنه حاجتك عند العباس صلوات الله عليه. فأنا لم أنتظر حتى أدخل مثلا إلى داخل الحرام ومثلا أذهب إلى الضريح ولعلي هناك أشاهد العباس مثلا عليه السلام حتى أطلب حاجتي. خشيت أنه يكون مثل يعني يحصل مثل الذي حصل، أنه فجأة لما أصل يختفي يعني. فأتذكر هذا الشيء أنه مددت يدي هكذا باتجاه القبة الشريفة وقلتها بالمحكية أنه يا مولاي يا أبا الفضل العباس أحقك طلعني من السجن، بس هي هذه عبارة واحدة، وكنت أصرخ بها يعني. فبمجرد ما قلت هذه العبارة أتذكر هذا الشيء جيدا، وكان صدى العبارة في أذني يعني كأنه هنالك صدى. فكان أحد ما يوقظني من السجناء نفسهم معانا بالعنبر، يعني واحد يوقظني كان يقول لي قوم طالبينك التصنيف. التصنيف إدارة تكون كانت عندنا في السجن، وهي يعني تقوم بتصنيف القضايا وترتيب أمور السجناء وما أشبه. فأنا قمت ومتعجب يعني، هذه العبارة ما زالت يعني صداها في أذني، والأمر هكذا. على أي حال قمت وتوضأت وذهبت إلى التصنيف. لما وصلت إلى هناك كان هنالك ضابط يمكن موجود مع كم واحد موجودين، فسألني أول ما دخلت عليه، أنت ياسر الحبيب؟ قلت له نعم. قال جهز أمورك وكذا وبلغ يعني أهلك ورتب أمورك أنه خلال 3 أيام أنت تطلع من السجن. أنا كنت واقف لما سمعت هذا الكلام وتسمرت في مكاني يعني وتعجبت. هو هم كان عنده كشف مكتوب بخط اليد أتذكر، والظاهر كان ورق الفاكس يعني
ما أدري شلون، فكان مكتوب به يعني اسمي كان موجود، وكأنه سبحان الله الله عز وجل يعني عامي بصر عن أنه من هي الشخصية هذه، كأنه أصلا ما يعرفني. يعني القضية كانت آنذاك يعني جدا متفاعلة في حدود الكويت، بل حتى في حدود يعني أرجاء كثير من البلدان. الشخصية الشخص الذي طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وكذا، صارت ضجة كبيرة، كانت الجرائد يوميا كانت توصلنا احنا من الجرائد بالكويت بالسجن، أنه يوميا تكتب وتتحدث، صورهم كان يخلون، يعني قضية واضحة وأنا الوحيد المتهم، صارت قضية يعني رأي عام، قضية عامة. فهذا كأنه أصلا ما ملتفت، أنه كأنه أنا واحد عادي يعني من السجناء وكذا عادي يعني، بس كان يقول لي أنه أنت لما يجوك أهلك بالزيارة، كان بنفس اليوم أيضا كان عندي زيارة من الأهل على أساس يأتون، أنه لازم تبلغهم يروحون إلى إدارة تنفيذ الأحكام في منطقة الجابرية يدفعون 1000 دينار الحكم، لأنه الحكم أول درجة الذي كان عليه أنه سجن سنة و1000 دينار غرامة، فيدفعون حتى أنت في بعد 3 أيام مناسبة العيد الوطني تخرج يعني من السجن. وبالفعل لما جاءني الأهل أنا أبلغتهم بهذا الشيء، هم راحوا دفعوا، وإحنا إلى الآن أصلا ما واثقين من شيء، لأنه كل كان عندي اتصال أنا مع من هم في خارج السجن، وبعضهم كانوا يعني عندهم اتصال بالمسؤولين وما أشبه، كل المحاولات في يعني الوساطات وأنه يتم إخراجي أو العفو عني أو كذا كلها كانت باءت بالفشل يعني. فكنت أنا مستقبل الوضع يعني خلص، أنه يعني بعد موطن نفسي على أنه السجن يعني مأوى يعني لفترة طويلة حسب ما يبدو، لأنه كانت واضح أنه القضية يريدون هم تشديدها، كانوا في اتجاه التشديد، وبالفعل هذا صنعوا. حكم أول درجة كان سنة، بعدين بالاستئناف سووا إلى 10 سنوات، بعدين سووا حكم آخر 10 سنوات أخرى، فالمجموع يصير 20، وأكو حكم ثالث على ما يبدو إلى الآن إحنا ما متأكدين منه اللي هو 5 سنوات، فيصير يعني 25 سنة، المجموع يعني ربع قرن الواحد يبقى بالسجن يعني. فكان واضح هذا المسار أنهم يريدون التشديد بنحو ما. فأنا كنت موطن نفسي، لكن بعد الأمل بالله تعالى والتوسل بأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، وبعد باب الحوائج العباس صلوات الله عليه، فبالفعل يعني صار هذا مناسبة ما يسمى العيد الوطني يعني أو اليوم الوطني. وأيضا الله أعمى أبصارهم، مع أنه 3 لجان حققت معي يعني قبيل ما يتم الإخراج، أكو إجراءات بصمات وتحقق من الحكم، أصلا لازم يكون الحكم نهائي، وأنا أصلا ما محكوم حكم نهائي، حكم أول درجة فقط يعني إلى الآن، كل شروط العفو وكذا ما تنطبق كانت علي بكل الأحوال. وكل المسؤولين عن يعني مجرى مسألة أنه من يوقع على الإفراج كلهم كانوا ما فيهم حتى شيعي واحد، كلهم كانوا حتى قسم منهم كانوا نواصب، وزير العدل مثلا كان رجل سلفي، مثلا النائب العام كان رجل يعني ذو ميول إخوان مسلمين، وهكذا يعني الكل، كل من له اتصال بهذا الموضوع ما كانوا يعني أصلا لهم أي تعاطي معنا في شيء من الشؤون، حتى مثلا يخرجوني مثلا يعني هكذا. فالله أعمى أبصارهم، أعمى هذه اللجان 3 أيضا مع كل الإجراءات والتحقق الذي قاموا به، وخرجت من السجن هكذا أمام أعينهم وهم ينظرون ولا يشعرون بمعنى الكلمة. خرجت أنا أتذكر من السجن، سجدت سجدة شكر، كانت هناك سيارة تنتظرني، ركبت السيارة رحت إلى بيت الأهل، خلال 2 ساعة التفتوا إلى أنه هذول ما يدرون شلون أنا طلعت من السجن، يعني التفتوا إلى أنهم ارتكبوا خطأ شنيعا بإخراجي من السجن، فكانوا يتصلون أملا بأن يرجعوني بحيلة أنه فليأتي لإتمام بعض الإجراءات ومعه جواز سفره. أنا شكيت في الموضوع، استخرت الله تعالى، فخرجت خيرة يعني استخرت على أن أخرج من البيت، فخرجت خيرة جدا يعني جيدة، طلعت أيضا من البيت فورا، ما مرت يعني لحظات وإذا قوة أمنية كانت جاية وتحاول أنه تلقي القبض علي، وذاك يوم وهذا يوم خلص. ومن بعدها الله عز وجل نجانا بعد مرحلة أو فترة من التهجول، إلى أن الحمد لله الله عز وجل نجانا من القوم الظالمين.
أحسنت سماحة الشيخ. نستذكر الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ناخذ أثير الزيادي من النرويج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت أسمع حلم الشيخ ياسر الحبيب أيضا، أنا كنت معكم يعني على الخط من 7 دقائق. حياك الله، سامحنا على التأخير. لا يحييك الحسين بالجنة بعد روحي. سؤالنا الأول للشيخ هو عن دعاء الإمام علي عليه السلام على اللعين معاوية كدعاء النبي صلى الله عليه وآله على كفار قريش، وهذا موجود في كتب السنة صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 234. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فارسلوا، فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. والعجب هنا هم يترحمون على معاوية بن أبي سفيان. أما السؤال الثاني، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كيف عمر يأمر بقتل أهل الشورى إن لم يتفقوا وهم من المبشرين بالجنة؟ نعم، جزاكم الله ألف خير. أما السؤال الثالث للشيخ، في محاولتنا على الاتصالات في قنوات الوهابية حاولنا كثير من المرات أن نوصل لهم الفكرة أو السؤال الذي نريد أن نطرحه عليهم، ولكن نوجد صعوبة في هذا الشيء دائما، يعني نضطر إلى أن نغير أسماءنا، يعني عندما نتصل مثلا نقول أبو يزيد، عمر، عثمان، بكر، لكي يجيب عن أسئلتنا. وأنا والعجب هنا نحن نتكلم من كتبهم وليس من كتبنا. نعم، جزاكم الله الخير. أحسنت، أنا دائما أسمع اسمك تسمي روحك يزيد. نعم، أحيانا يزيد، أحيانا عمر، أحيانا يعني هذه الأسماء. بعدين استغفر ربك أثير لما تسكر التلفون، استغفر ربك. نعم، الله يعينك. يعني نضطر إلى هذا الشيء، نضطر إلى أن ندخل من هذا الباب. أمزح معك، أمزح معك حبيبي، مشكور وتقبل أعمالكم إن شاء الله أثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبد العال من طرطوس من سوريا، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم الأخ محمد. السلام عليكم. سلام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما بعرف كيف بدي أشكر الشيخ ياسر. حياك الله وبهنيكم وبهني نفسي بالشهر الفضيل. الله إن شاء الله يتقبل أعمالكم وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. وبهني وبهني بس المسلمين أهل البيت، موالين أهل البيت إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. لأنه مع كل أسف هذوليك من المسلمين بكريين، إحنا نسميهم بكريون دائما. نعم، ما بيعنوا لي أنا لا بكريين ولا غيره. نعم. شيخ ياسر، سؤال للشيخ ياسر. تفضل. في بالقرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. نعم، ما المقصود هنا بالأمانة؟ نعم، إن شاء الله. الشيء الآخر، إن كانت الأمانة هي الشيء المودع بين الناس، فمن الطبيعي أن يحملها الإنسان، أي الأمان اللي أنا بدي أعطيها لفلان أو أعطيها لفلان من الناس، فهي ما في حدا يحملها غير الإنسان. نعم، ما حدا يحملها غير الإنسان. فهون بسياق الآية: وحملها الإنسان فكان لنفسه ظلوما جهولا. نعم، فإذا القصد بالأمانة غير الأمانة المودعة بين الناس. نعم،
وأتصور بأن هي الأمانة هي الأمارة. نعم. التي قام بها الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة. نعم. فهنا أعطاها الإنسان. شيخ ياسر أريد تفسير. إن شاء الله. إن شاء الله أخ محمد راح أحول. في سؤال ثاني كثير مهم كمان. تفضل. في على قناة صفا عم يعملوا مناظرات بينه وبين واحد اسمه شوقي من مصر، على أساس هو من الشيعة. نعم. مع الإنسان صاحب حجة باطلة، وأتمنى أنه أنتم دائما تذكروا بهالأشياء هذه، يعني لقاءاتهم مع ناس ضعفاء الحجة. نعم. فأتمنى أنه من حضرتكم أنه كثير تبينوا هالأشياء، أنه الناس ما بيمثلوا الشيعة وما لهم علاقة بالشيعة. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله مشكور على اهتمامك وغيرتك إن شاء الله، وبدورنا راح نحول السؤال على سماحة الشيخ إن شاء الله، وانتظر من عندنا الجواب. على رأسي. حياك الله. ممنونكم. شكرا. حياك الله، بارك الله فيك. الأخ محمد عبد العال من سوريا، إن شاء الله راح نجاوبك على أسئلتك. وناخذ الأخ داود من فرنسا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم جميعا. منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. السلام على صوت الحق الشيخ المجاهد الشيخ ياسر الحبيب ورحمة الله وبركاته. أولا بالنسبة لل عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. تفضل. فتراهم يخوضون في بحر الكذب. لو سمحت أخ داود عيد سؤالك من البداية لو سمحت. نعم. أقول على العشر المبشرين في الجنة. نعم. فلو نظرنا إلى أسماء العشر المبشرين، يعني غير الإمام علي، لأن الإمام علي تاعنا غير الإمام علي تاعهم. نعم. فإنهم يخوضون في بحر الكذب، حيث يزعمون أن الخلافة بالشورى، وهنا يتحدثون عن حديث ينسبونه للرسول صلى الله عليه وآله، ويأتون بأسماء خلفائهم بالترتيب، وكأن الرسول صلى الله عليه وآله أوصى بهؤلاء من بعده. وبالمقابل أيضا يخوضون في بحر التناقض، حيث أن فيلم الرسالة وهو فيلم بكري مخالف، نجد أن أسرة ياسر رضي الله عنهم كان يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في طريق الشهادة، ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا أسرة ياسر وسمية وعمار ليسوا من العشر المبشرين بالجنة، مع العلم أن ياسر ابن عمار هو أول من استعمل حكم التقية، ونزلت فيه قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الحديث، هذا المبشرين بالجنة، لا يدخل على قلب مؤمن، يعني قلب مؤمن لا يقبله. أما سؤالي لسماحة الشيخ، فإني مررت على آية في القرآن قرأتها، أن الله سبحانه وتعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فما الفرق بين المس واللمس؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولم يكن لم يلمسه إلا المطهرون؟ وما الرابط بين هذه الآية وبين آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون وليس الطاهرون. وشكرا جزيلا الأخ عبد الله، وسلامي إلى سماحة الشيخ مرة أخرى، وتقبل الله أعمالكم. وتقبل الله أعمالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله راح نوصل سؤالك على سماحة الشيخ بعد ما ناخذ اتصال من الأخ أبو ياسين من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم أخ ياسين.
السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام. تقبل الله أعمالكم هذا الشهر المبارك. تقبل الله أعمالكم. على السيد الجليل ياسر حبيب. عندي سؤالين عني. تفضل. السؤال الأول كما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اليوم ما أدري هي هاي صحيح إذا مو صحيح هو صحيح أن قال النبي صلوات الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ما بشر أحد من المسلمين في الجنة على زمان حياته. وإحنا عندنا هم حديث صحيحة اللي واحد من المؤمنين اللي النبي بشرها وفي زمان حياته هو مالك بن نويرة. هل هاي صحيحة الحديث على مالك بن نويرة اللي النبي بشرها بالجنة كما بعدين قتله المنعول خالد بن وليد؟ نعم. بس بو ياسين حبيت أوضح لك أن الشيخ ذكر أن الذين لم يبشرهم أحد هو رواية في كتبهم عن سعد بن أبي وقاص، يعني ليست الشيخ لم يذكرها، ذكر من كتبهم رواية لسعد بن أبي وقاص. أها يمكن أنا غلط سمعت، حسبالي يعني هي قال لي ما بشر أي أحد. لا هي رواية من كتبهم. أي أما بالله سأله رجع سؤالي الثاني يعني من القرآن إحنا اليوم نقرأ مثلا الله يقول السلام على آل ياسين. نعم. هل آل ياسين إحنا نقول مثلا هم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الطيبين الطاهرين، شلون يفسرها إن اللي يعني السلام على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين، بس هي هاي السلام تيجي من بعد ما الله يذكر نبي إلياس وبعدين تيجي هاي السلام على آل ياسين؟ نعم. وشكرا ممنونين، جزاكم الله خيرا. أحسنت بارك الله فيك. ناخذ نجاوب على الأسئلة الحين، يعذرونا شوي. تبون تاخذون اتصال واحد إن شاء الله؟ يلا أعطونا اتصال من الأخ أبو منو حسن. أعطونا حسن علي عباس العباس من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن العالم الإسلامي وبالخصوص موالي ومحبي محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياك الله، تفضل. الله يخليكم. عندي سؤال إلى حضرة الشيخ. نعم. الله يحفظه إن شاء الله. تفضل. وأحب أقول السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامك وصيامنا بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على الله. يتقبل صيامكم. في تأخير أخ حسن شوية في الصوت، فلو تسأل سؤالك ونوجهه إذا سمحت الشيخ. الله يخليك. إن شاء الله. بالنسبة إلى سؤالي وهو من خرج على إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نعم. وهذا معروف عند كل الصحابة. زين، لماذا خرجت عائشة عليها لعن الله الكامل والتام على مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. حياك الله، تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، الأخ أبو أسعد من الحجاز يقول في كتاب الصواعق المحرقة لأبي حجر العسقلاني، يلاحظ الإنسان عندما يقرأه أن هناك تناقضات عندما يذكرون روايات تخص أمير المؤمنين وآل بيته سلام الله عليهم فيضعفونها ويقولونه حديث ضعيف، أما إذا مروا على روايات تمدح معاوية وأضرابه فيصححونها دائما. لماذا هذا التناقض في هذا الحديث؟ يا ليت يقول أن تحضرون هذا الكتاب وتشرحون التناقض في هذا الكتاب. يعني هو الكتاب حقيقة موجود لدي هنا في مكتبتي، ولكن الآن لا يمكنني أن يعني أخرج منه بعض هذه الموارد التي ذكرها الأخ الكريم، ولكن مع هذا أنبه إلى مسألة، أن الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي
مع كل جهده لتبرئة ساحة أبي بكر وعمر وعثمان وبني أمية ولتضعيف إمامة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إلا أنه مع ذلك أفلتت منه أمور وما أروعها من أمور. للعلم نحن هذا الكتاب أفادنا أكثر مما أضرنا عبر التاريخ، لأنه خرج روايات وحكم بصحتها واعتبارها وجعلها من جملة المسلمات، وما نكاد نجد أمثال هذه الروايات إلا في مصادر أخرى أقل اعتبارا من هذا المصدر الذي هو بالأساس مؤلف للرد على الشيعة. فلذا تجد أن جملة من كتبنا الحجاجية والكلامية تأخذ من هذا الكتاب و يعني تشير إليه وتستخرج منه ما يفيد في إلزام الخصم. وهذه حالنا مع أهل الخلاف عبر التاريخ، أنه عادة الجهد الذي يبذلونه للرد علينا ينقلب عليهم بقدرة قادر. كل كتاب تقريبا ألف من أجل أن يرد فيه علينا ينقلب عليهم بنحو من الأنحاء. والآن هذه أيضا موجة الأفلام والمسلسلات أيضا تنقلب عليهم. فهذا ما أردت فقط أن أشير إليه. وبشكل عام أرجو منكم أنه المداخلات لا نحتاج أن نعلق عليها إلا الأسئلة فقط إن شاء الله. إن شاء الله، أحسنت سمحت الشيخ. كذلك طبعا أثير زيادي الأخ أول سؤال له كان تقريبا يعتبر مداخلة، أنه دعاء الإمام علي على معاوية كدعاء النبي صلى الله عليه وآله على كفار قريش، لكن سؤاله الفعلي أنه كيف أن عمر أمر بقتل أهل الشورى إذا اختلفوا أو لم يتفقوا مع أنهم من المبشرين في الجنة، فهل يأمر بقتل المبشرين في الجنة؟ من كواشف أن هذا الحديث موضوع، وكما قلت هنالك وجوه كثيرة ترد هذا الحديث وتبين زيفه وبطلانه وأنه قد وضعته السياسة فيما بعد. وإلا لو كان لهذا الحديث واقع لما كان عمر ليأمر بقتل وضرب أعناق هؤلاء الذين هم من أهل الجنة. هذا وجه من الوجوه أيضا التي يرد بها هذا الحديث، والوجوه كثيرة، من بينها ما ذكرناه هذه الليلة وما ذكرناه في الليالي الماضية حين سئلنا عن هذا الحديث. ومن بين تلك الوجوه أيضا أنه لو كان لهذا الحديث واقع لما شك عمر في إيمان نفسه وسأل حذيفة بن اليمان أنه هل أنا مكتوب عندك منافق أم مؤمن. لو كان عمر واثقا من أن النبي قد بشره بالجنة فإذا هو واثق من إيمانه، لماذا إذن يسأل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أطلعه النبي صلى الله عليه وآله على أسماء المنافقين باتفاق الفريقين، لماذا يسأله عمر ويكون مرعوبا دائما من أنه لا يكون من أنه يكون عمر من يعني اسمه في أسماء هؤلاء؟ هذا كاشف عن أن الرجل ليست عنده ثقة في إيمان نفسه، وهذا يكشف بالتالي عن أن هذا الحديث لم يكن يعرفه عمر ولا سمع به أصلا. سماحة الشيخ، طبعا بعد قبل أن نتحول إلى سؤال الأخ محمد عبد العال طردوس من سوريا، طبعا الأخ أثير يقول دائما نحاول أن نتصل على قناة الوهابية لإيصال الفكر ولكن لا يحولون الخط، ولذلك نضطر إلى استعارة بأسماء من أسمائهم أسماء الوهابية كيزيد وعمر وغيره. نقول له ساعدكم الله واستمروا على هذا الجهاد، الجهاد الإعلامي إن شاء الله حتى تلقموهم حجرا إن شاء الله. سماحة الشيخ، الأخ محمد من سوريا محمد عبد العال طرطوس تطرق إلى الآية التي تقول وإذا عرضنا الأمانة على إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول إذا كانت الأمانة كالأمانة العادية التي في الدنيا فيحملها الإنسان دائما، ولكن أنا باعتقاده هو أنها أمانة الإمارة. نعم، ف
الرسول صلى الله عليه وآله الإمارة التي قام بها أمر فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين في البيعة، فيقول هل هذه فعلا هذه الأمانة، ويريد شرح لهذه الآية. ورد في الأحاديث الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام أن المراد بالأمانة هي الإمامة أو الولاية أو إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن هذه وظيفة إلهية تعطى لمن عينهم الله عز وجل سفراء بينه وبين خلقه الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين والأنبياء صلوات الله عليهم، لأن الأنبياء أيضا أئمة. نبينا صلى الله عليه وآله مثلا هو نبي وإمام كذلك. فالآية الشريفة تبين عظم وثقل هذه الأمانة الإلهية العظيمة، ثم تشير إلى أن من يحملها ظلما وجهالة هو ذلك الإنسان الظلوم الجهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد فسر هذا المقطع من الآية الشريفة بأن المراد هو أبو بكر وعمر وعثمان كما جاء في بعض أحاديث أئمتنا عليهم السلام، وأنهم أخذوا هذه الأمانة من أهلها، خلافا لقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، كما تطرق الأخ محمد عبد العالي إلى هناك مناظرات على بعض القنوات الوهابية بين أناس يدعون على أساس أنهم شيعة ويناظرونهم، وواضح أنهم ناقصوا الخبرة وناقصوا العلم، لذلك يريد أن نشير إلى هذه المناظرات الباطلة التي يستخدمونها لخداع الناس بقوة حجتهم. ما سمعت جيدا؟ هناك مناظرات على بعض القنوات الوهابية يستخدمون بعض الناس قليلي الخبرة والعلم على أساس أنهم من علماء الشيعة، ويناظرون شخصيات وهابية فيستخدمون هذه الشخصيات لإيهام الناس بأنهم شيعة وقليلي الحجة، لذلك يعني يجذبون تعاطف بعض الناس معهم. يعني هذا ديدنهم، إنهم ينتخبون إما المنحرفين وإما بعض الجهلة مثلا على أساس أنهم يمثلون التشيع العظيم، أو ينتخبون بعض الجبناء مثلا الذين يعلمون أنهم يعملون بالتقية المغلوطة فيستطيعون أن يحاصروهم في أمكنة معينة، ويستخدمون مع هذا كله مسرحيات تهريجية وأكشن انجاز التعبير في الاستوديوهات مالتهم، حتى يعني يشدوا أنظار المشاهد. ولكن كل هذا يبوء بالفشل. الآن أنتم لاحظوا أيها الإخوة، وأنا مرة أخرى أقول هذه القنوات قدمت لنا خدمة عظيمة من حيث لا تقصد. لولا هذه القنوات لما حصل لنا مثل هذا الزخم أساسا، لما أعطت لنا المبرر لأن نطرح طرحا كهذا على الإعلام. ومع كل هذا الجهد الذي تبذله هذه القنوات وما وراءها، والدولار أو النفط السعودي الذي هو نفط الشيعة المسروق بالأساس من المنطقة الشرقية، مع كل هذا الجهد ومع كل هذه الأبواق الإعلامية التي هنا وهناك من أجل أن تسقط التشيع، والآن بدأت صار لها الآن أكثر من يمكن 7-8 سنوات، بل يمكن 10 سنوات إذا حسبنا أوائل تلك يعني المحاولات منهم. قل لي بالله عليك، ما الذي تأثر في التشيع؟ يعني لم ينتقل شيعي واحد من التشيع إلى التسنن الأموي، الأمر واضح.
ولم يتأثر شيعي واحد بهذه الشبهات التي يذكرونها، حتى أطفال الشيعة لم يتأثروا، وإنما مجرد تأثر نفسي، يعني حالة نفسية، الشيعي يستفز فقط لما يسمع هذا الكلام، تصيبه حالة من الاستفزاز، حرقة دم يصير عنده. وفي المقابل لم يسقط التشيع، ولم يتأثر المد الشيعي بشيء، ولم يتوقف، ولم تنخفض وتيرته، بل على العكس، الوتيرة في ازدياد، ويوما بعد يوم يتشيع المزيد والمزيد من الناس. وأساسا هذه القنوات تكون زخما عظيما لكي يطالع ويبحث هذا الإنسان البكري ويسمع للطرفين ومن ثم يتشيع. فإذا هذه القنوات والوسائل الإعلامية البكرية هي مجرد يعني محاولات أخيرة من قبلهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الواقع. إنهم الآن يعانون من مشكلة كبيرة وقد اعترفوا بها، يعني هم يعترفون، أنتم تسمعون صراخهم، المد الشيعي، المد الشيعي، المد الشيعي مجتاحنا، المد الشيعي وصل كل مكان يا ناس. حتى ذاك اليوم اللي على أساس تخلوه بالقناة أيضا، واحد منهم أيضا شكله كأنه أبو جهل أو أبو لهب اللي يكون طالع يقول الشيعة أخطبوط وهكذا يتكلم، أنه في كل مكان دخلوا عندنا، يعني طبيعي عندهم مشكلة، عندهم مشكلة الآن، يجدون أن التشيع يدخل في كل مكان، يدخل بيوتهم، يدخل عقر دورهم. ما تسمعون مثلا أنه علماء الشيعة هكذا يتحدثون، تسمع عمرك أنه واحد عالم شيعي يجي يلطم على رأسه ويقول أيها الناس التسنن، مد تسنن، أكو عندنا المد السني على تعبيرهم، ماكو هكذا شيء. يعني ما عندنا هذه المشكلة في مجتمعاتنا بحمد الله تعالى. فالتشيع ماشي وهو كالسيل ويدخل في كل مكان ويجتاح كل مكان بحمد الله تعالى، لأن معه المنطق والدليل والبرهان والعقل السليم والفطرة السوية. الآن أنت تسمع أنه طرف آخر يهاجمك، بعد هذا شيء طبيعي، نعم تستفز، رد عليه ما استطعت، ولكن اعلم بأن هذا يفيدك أكثر مما يضرك. سمعت الشيخ، وإحنا في هذه قناة، قناة مباركة، قناة الحق، قناة فدك، نوجه الدعوة إلى علمائكم، طبعا نريد كبار علمائكم، ما نريد الزعاطيط كأمثال مهرجين على القنوات الفضائية، لأن هذول المهرجين ممكن سماحة الشيخ بخبرته وعلمه يخليهم فاصل فكاهي، لكن نريد علماء الثقال لديكم لكي يناظروا الشيخ، ونحن نعطيهم هنا كامل الحرية والمساحة للتعبير عن آرائهم، ولا أعتقد أنهم سيجيبون، لأن يعرفون أن داخلهم فاضي دائما. سماحة الشيخ، في عنده سؤال الأخ داود من فرنسا، بالبداية كانت مداخلة نشكره عليه، أن 10 المبشرين في الجنة روايتهم فيها ضعف وفيها كذب، وكذلك أن هناك أسرة آل ياسر الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله بالجنة، فقال لهم صبرا آل ياسر أن موعدكم الجنة، فلماذا لم يذكروهم في هذه الرواية؟ ولكن سؤاله الفعلي أن في القرآن هناك كتاب مكنون في الآية التي تقول أن هناك كتاب، لا يقول فيه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فيقول ما الفرق بين المس واللمس، أي مس الكتاب واللمس، وهل هناك ارتباط أو تداخل بينها وبين الآية التي آية التطهيرة تقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيريد فرق بين المس واللمس في هذه الآية؟ يعني المس، أو أولا لنقل اللمس، هو هذا اللمس المعهود يعني بالحواس، بالبشرة، بحاسة اللمس، هذه هي حاسة اللمس، يعني ببشرتك تلمس شيئا، هذا يقال له لمس. المس هو هذا، ولكن مع إضافة معنى، وهو معنى الإدراك،
يعني لما يقال مس هذا فهو قد لمسه وأدركه، ففيه جنبة إدراكية، معنى المس فيه جنبة إدراكية، أنه هذه الإشارات تنتقل إلى الدماغ يترجمها العاقل فتستطيع أن تدرك. ومن هنا يقال أنه لا يمسه إلا المطهرون، أنه ليس يقتصر ذلك فقط على لمس حروف وكلمات القرآن الحكيم، لا، وإنما يعني إدراك معاني القرآن الحكيم. ولا شك أن الذي يدرك تمام معاني القرآن الحكيم هو من نزل القرآن الحكيم عليهم، وهم أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. ويشفع لهذا التفسير كذلك أنه تعالى قال كما نبه الأخ الكريم السائل أنه قال إلا المطهرون ولم يقل الطاهرون، والمطهرون الذين هم قد طهرهم الله عز وجل وليسوا إلا أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. وقد جاء في هذا الشأن روايات كثيرة عن أئمتنا عليهم السلام أنهم هم المرادون بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأن ذلك بمعنى أنه لا يقف على حقائق القرآن ولا يدركها تمام الإدراك ولا يترجمها إلا من هم أعداد القرآن وهم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. أحسنت سماحة الشيخ. الأخ أبو ياسين من ألمانيا كان عنده في البداية مداخلة بأن قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبشر أحدا من المؤمنين في حياته، ولكن في روايات أهل البيت أن هناك مبشرون منهم حذيفة بن اليمان. طبعا كانت مداخلة، ولكن سؤاله الفعلي كلمة السلام على آل ياسين الموجودة في القرآن، يقول إذا نحن في تفاسيرنا أنها نزلت على النبي وآله، يقصد ياسين هو النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا السلام أتى بعد ما ذكر آل إلياس النبي عليه السلام؟ حكمة إلهية كالحكمة التي جعلت آية التطهير تدخل في وسط آيات تخص أزواج النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك درءا لتحريف الكتاب العزيز. القوم ما كانوا يحتملون بصراحة، وهذا أمر أنبأتنا به الروايات الشريفة، ما كانوا يحتملون أن يذكر فضل آل محمد عليهم السلام في الكتاب العزيز. فلو كان ذلك ظاهرا في مواضع خاصة فلكانوا عمدوا إلى التحريف. وجاءت حكمة الله عز وجل بأن يحمي قرآنه وكتابه من التحريف بأن يجعل هنالك ما لا يقتضي أن يحرفه هؤلاء القوم، ولذلك جعلت هذه الآيات الشريفة في تلك المواضع حتى يفتح الله عز وجل باب تأويلها تأويلا غير صحيح، وبالتالي تبقى كما هي وتظل امتحانا وابتلاء إلهيا لهذه الأمة. بينما يأخذ بالتأويل الصحيح المأخوذ عن النبي الأعظم ولأئمة الطاهرين عليهم السلام، وبينما يأخذ بتأويلات أهل السقيفة. أحسنت سماحة الشيخ. نخل ناخذ اتصال من الأخ أبو سليمان من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال وبركاته؟ حياك الله. أنا أقول ألف 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 الصلاة على محمد وآل محمد ونداء للعباس. سلام الله. لأن أنا التمس نفس القضية هذه. نعم. لأن أيام التسعين انحكمت بالإعدام والحمد لله ما فكني إلا العباس. سلام الله عليه. يعني. أنا عندي مداخلة. نعم. يا ريت في كاميرا محمولة عند الشيخ، بس يحط زوم على المصدر الكتاب عشان الناس تشوفه، ان هذا شوف هذا كتابكم هذا الصفحة وهذه المصدر كله. ان شاء الله نحاول نفكر. وعندي عندي سؤال بالنسبة حق الآية الكريمة ان الله وان اليه راجعون، الرجوع هني هل رجوعنا بالجسد والروح لله
أمر رجوعنا لأمر الله أو رجوعنا إلى الإمام. نعم إن شاء الله بارك الله فيك. وفي والآية والآية الثانية ولا تبي خليها بعدين أقول لك؟ خلها إن شاء الله حق بكرة ما شاء الله تتصل وايد، خلها بكرة إن شاء الله. إن شاء الله حياك الله أبو سليمان ومشكور على اتصالاتك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. ناخذ الأخ أو الدكتور عبد الله المياحي من لندن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ الجليل؟ تفضل. شيخنا الجليل السلام عليكم. حقيقة شاركت في مؤتمر المغتربين العراقيين قيمة في فندق الرشيد ببغداد، حضره رئيس الحكومة نور المالكي، فسنحت لي الفرصة أن أسأله سؤال. قلت له لماذا قناة كربلاء الفضائية تمول بأموال الإمام الحسين عليه السلام؟ أصدرتم قرار بمنع خطباء المنبر الحسيني من التحدث مباشرة في هذه القناة الحسينية، فهل صحيح هذا القرار صادر من جنابكم؟ فأجاب نعم، قال تسجل المحاضرات وفي اليوم الثاني تبث بعد أن نستقطع منها ما يمس الصحابة وكذا. قلت له ومن سب الصحابة؟ قال حسب كلامه هو الجاهل مرتضى القزويني أسب عائشة أم المؤمنين وترحم وترضى عليها هو. فسؤال للشيخ الجليل، هل كلام نور المالكي بحق آية الله مرتضى القزويني ووصفه بالجاهل صحيح أم افتراء؟ ونرجو التوضيح من جنابكم الكريم لديكم معلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا هذه القصص الصراحة اللي نسمعها من اخوان صراحة تعور القلب، ان ترضون على عائشة يعني شيء فعلا يعني حزب النفس. ناخذ فيصل من المانيا. السلام عليكم. عليكم. تفضل اخوي فيصل. اول شيء اسلم عليكم وسلام خاص الشيخ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم. طبعاً أنا صار السلام ورحمة الله أتابع الشيخ ياسر وكل برامجه، ودائماً أدور بالإنترنت أشوف مقال أشوف خطب ماله وبحوثاته وشغلاته، بس دائماً أشوف السعوديين يكتبون عليه كلمات يعني مع احترامي كلمات مو خوش وشغلات هاي، بس حبيت أقول لكم اليوم لقيت فيديو للملك السعودي اللي يسموها خادم الحرمين الشريفين، إذا تحبون أبعث لكم وتنشروه على التلفزيون منا، هو ويا جورج بوش يشربون خمر، هذا اللي يسموها خادم الحرمين الشريفين. ما أسمي خادم الحرمين، أسميها خائن الحرمين الشريفين، لأن هو قاعد يتباوس ويا جورج بوش بعدين يشرب وياها خمر إن شاء الله. هذا نقطة. ونقطة ثانية بس حبيت أسأل الشيخ، يعني مرات أحب أطلع على شسمة القنوات البكريين أشوف شنو إيش ذي يقولون. اليوم افتريت كل القنوات شفتهم كلهم يعني حاطين هيك يعني شلون تقول مو عمامة هيك، بس وصل على رأسهم هيك حاطين من بالنص فتخط يعني بس وصل على رأسهم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم هي كان عمامته لو مثل ما يسموها أئمة الشيعة عمامة على رأسهم. هذا هم سنة صار يعني العمامات مالهم كلهم صاريتي بس وصل على رأسهم، لو كان النبي همنا يحط العمامة مثل ما حاط الشيخ. وأشكركم هواية، وإذا حبيتوا أرسلكم الفيديو همنا. أحسنت بارك الله فيك أخوي فيصل، وإن شاء الله مشكور على يعني غيرتك واهتمامك، ولكن احنا سبقناك واظهرنا هذه الصورة عندما يحتسي الخمر عبد الله مع جورج بوش، وخليناه مع قصيدة الشاعر احمد بطبيخ
وهو يشرب الخمر لعنهم الله إن شاء الله. ناخذ اتصال من الأخ أبو عبد الله من العراق. أخواني أعتقد ما في وقت آخر اتصال. أوكي بس شيلوا الأرقام وإن شاء الله ناخذ الاتصالات الموجودة. أبو عبد الله من العراق السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. حياك الله تفضل أخوي أبو عبد الله. سلامنا الحار للشيخ المجاهد البدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسيط لسماحة الشيخ، هل كان النبي صلى الله عليه وآله في زمنها يتعامل بالظاهر أم بالباطن؟ نعم. والسؤال الثاني عن عائشة، بعد كل هذه التصرفات المشينة والمسيئة، لماذا الرسول لم يرمي عليها يمين الطلاق؟ نعم. نعم. جزاك الله خير والسلام الحار لسماحة الشيخ. حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من علي من الحجاز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من عفوا أعزائي المشاهدين شوية كحة فينا. ناخذ اتصال من الأخ علي من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ. الله يحييك وحي الشيخ. حياك الله. بس أنا آسف يعني تفاجأت، أنا تابع قناتكم مرات تفاجأت أنه في إعلان عن كتاب الوجه الفاحشة الوجه الآخر لعائشة. هذا إحنا طبعا مراجعنا كلهم ينفون، طبعا هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مبرأة، قد يجوز عليها أخطاء عليها ملاحظات عليها شيء، لكن لا تصل إلى درجة أنها نتهمها بالعياذ بالله بالزنا وهذه الأمور دي. فذي يعني ينفر الناس من مذهب الشيعي. في كل مراجعنا نفوا هالأشياء دي وانتوا جايين تصرون على عرضها. نعم. وهذا يعني تفاجأت أنا، يعني أنا لما شفت الإعلان عندكم في الإذاعة عن هالكتاب ذا، يعني ذا عرض رسول الله، ما لا يمكن يعني يتصل فيكم إلى هالدرجة، يعني أنكم تتهمونها بالصج عليها ملاحظات عليها مؤاخذات عليها أخطاء، لكن لا تصل إلى درجة. بس هو كان كتاب يعني علي، كان كتاب عدل يعني في كتاب يعني كتاب شنو يكون داخله، في أدلة في إثباتات في نقاشات، ما يعني مهما كانت الأدلة والنقاشات مراجعنا كلهم ينفون هالأشياء. زين. فلا يمكن ان احنا نتبعكم يعني واحد منكم واحد من اثنين، يا يعني نتبع المراجع او نتبعكم انت. نتبعكم ام المراجع؟ اوكي ان شاء الله نحول سؤالك. مشكور. المراجع انا ردوا على الشيخ حبيب ياسر الحبيب وقالوا انه هذا لا يجوز. لا بس الكتاب الكتاب ما حد رد عليه. ان شاء الله راح يرد عليك سماحتك. ما يحتاج احد يرد عليه، المفروض انت وذا كتاب لا يعني لا يعرض في قناتكم. ليش يعني ما زين اوكي. أنا ما أحب أناقشك لأن الحلقة يرد عليها سماحة الشيخ، فأنا ما أحب أنقل سؤالك إلا سماحة الشيخ، ومشكور على سؤالك إن شاء الله ونحول له إن شاء الله. الأخ عبد الزهرة آخر اتصال إخواني لأن ما في وقت. نعم. الأخ عبد الزهرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخوي أبو عبد الله. حياك الله تفضل. الشيخ بارك خير. حياك الله عساك بخير إن شاء الله. ممكن أكلم سماحة الشيخ؟ والله الأخ في تأخير إن شاء الله بسيط، فإذا تحب توجه سؤالك ونحوله إن شاء الله. لا ما علي، أنا أتكلم مع الشيخ أتشرف. لأن في تأخير أخي، لو سمحت حول لي السؤال وأنا إن شاء الله على طول أحول لك إياه إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالي هو ليش ما نسوي الدراسة الشيخ سوي الدراسة عن الغزوات الفتوحات الإسلامية في أحد الأصنام الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، يبين الوجه الآخر للناس. نعم. يعني الناس حتى الضعفاء الشيعة يفتكرون أن هذا سووا فتوحات وسووا كذا للمسلمين، ما يدرون الجانب الثاني، وخاصة أنه حطوا أن هذا الشجعان هذا الكذا هذا الأبطال في هذه الحروب، مع أنهم كانوا في الصف الأخير. ليش سماحة الشيخ ما يبين هذا الوجه؟ هذا هو سؤالي. إن شاء الله أحسنت. بارك الله. سلامي كثير كثير للشيخ، واسألكم الدعاء. وعليكم السلام. بارك الله فيك.
سمحت الشيخ عندنا كذا سؤال. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت الشيخ عندنا تقريبا سؤال اثنين تقريبا سبع أسئلة وعندنا 15 دقيقة، فالأسئلة المكررة سمحت الشيخ نرجو من سماحتكم الإجابة عليها بمرور إن شاء الله سريع. بالبداية الأخ حسن علي عباس من السويد عنده سؤال، عندما خرج لماذا خرجت عائشة على إمام زمانها؟ والحديث يقول متفق عليه من خرج على إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. لأنه كان في صدرها حقد شديد على أمير المؤمنين عليه السلام، عبر عنه أمير المؤمنين في نهج البلاغة بأنه كان في صدرها، وأما عائشة فقد أدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين. ضغن حقد في صدرها كمرجل القين، كقدر الحداد الذي يعني يصهر فيه النار. ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل. هذا موجود في نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو يوضح أن عائشة كان الحقد في صدرها على أمير المؤمنين عليه السلام حقدا متأصلا شديدا إلى درجة أنه كقدر الحداد من شدة الحرارة التي يصهر الحديد. ولو كانت قد دعيت لتنال من غير ما أتت إلي، يعني لو أنها تفعل نفس الفعل هذا في شخص آخر غير أمير المؤمنين عليه السلام لما فعلت. عائشة لم تكن تؤمن بالإسلام ولم تكن تؤمن بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كانت امرأة كافرة، كافرة في الباطن مسلمة في الظاهر، أي منافقة. ولذلك لا تقيم وزنا لقوله صلى الله عليه وآله أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ولا تقيم وزنا لتعاليم الإسلام في حرمة شق عصا طاعة الخليفة الشرعي والخروج عليه. فلذلك الأمر طبيعي، أما أنه لماذا تعمدت الخروج على الأمير عليه السلام فهو لهذا الضغن الذي في صدرها. من الكويت يقول سؤاله، مقولة إنا لله وإنا إليه راجعون، هل الرجوع بالجسد والروح أم الرجوع لأمر الله أم لأمر الإمام؟ هو لله تبارك وتعالى جسدا وروحا وأمرا، أي أن مصائرنا جميعا ترجع إلى الله تبارك وتعالى كما بدأت، والروح والجسد كلاهما كذلك يرجعان، لا الروح فقط ولا البدن المثالي كما يقوله أهل العرفان الباطل. الدكتور عبد الله المياحي من لندن سأل رئيس وزراء العراق سؤال، لماذا قناة كربلاء وهي تمول بأموال الإمام الحسين سلام الله عليه أصدرت قرار بمنع الخطباء من التحدث على الهواء مباشرة على هذه القناة؟ فقال نعم، وذلك حسب وصفه يقول، نحن نسجل محاضرات ونستقطع ما يمس الصحابة ونبث اليوم الآخر، لأنه على حسب قول المالكي ونقلا عن الدكتور عبد الله المياحي أن الجاهل مرتضى القزويني سب عائشة، وهو في نفس المحور ترضى على عائشة، يعني قال المالكي عائشة رضي الله عنها. يعني هذا مثال من أمثلة شتى على أن هذا الرجل ليس شيعيا وأنه ينتمي إلى الطائفة البترية التي زعيمها كان الهالك محمد حسين فضل الله، وهذا الذي صنعه لا شك كان إثما، وأكبر آثامه أنه يترضى على أمثال عائشة قاتلة النبي صلى الله عليه وآله. فأنتم جميعا أمنوا على دعائي أنه اللهم احشر نور المالكي مع سيدته عائشة في قعر جهنم، وإن شاء الله هم في جهنم، لأنه عائشة كما أثبتنا السنة الماضية معلقة من رجليها في جهنم، إن شاء الله بصفها يعلقوه هناك أيضا من رجليه
وحين ذاك يعرف من تكون عائشة. فيصل من ألمانيا يقول: هل عمامة النبي صلى الله عليه وآله كما يلبسها علماء الشيعة أم مجرد قطرة كما يلبسها علماء المخالفين؟ هي كما يلبسه أو يعتمره علماء الشيعة، وعلى ما ببالي أنه بعض علمائهم اعترف بذلك أن اللباس الذي يرتديه علماء الرافضة هو اللباس المستحب، أنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله المكون من عمامة وجبة أو يعني قميص وعباءة وما إلى هنالك، وأن هيئة العمامة هي هذه التي كان يعني يديرها النبي صلى الله عليه وآله على رأسه، واعترفوا بذلك على ما ببالي في بعض أقوالهم، ولكنهم قالوا لأنه صار شعارا للرافضة فنحن نخالفهم إلى هيئة أخرى، ولذلك ابتدعوا هاي شلون أقول هذا القبعات التي على رؤوسهم فقط يعني محاولة لمخالفة علماء الرافضة، ولا يهمهم في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله. عندنا الأخ أبو عبد الله من العراق، أول سؤال كان: هل النبي صلى الله عليه وآله يتعامل بالظاهر أم بالباطن؟ هو يقول ما مضمونه أنه أمرنا أن نحكم على الناس بالظاهر على ظاهرهم، لا هو يتعامل كان على ظاهر الناس يعاملهم على ظاهر، ولذلك أولئك المنافقين مع علمه صلى الله عليه وآله بأنهم منافقون أي أنهم كفار في بواطنهم، لكن حيث أن ظاهرهم الإسلام فإنه كان يجري عليهم أحكام المسلمين. نعم، وكان عنده سؤال ثاني ولكن هذا السؤال أجبناه عشرات المرات، كذلك في حلقة أمس جاوبناه: لماذا لم يطلق الرسول صلى الله عليه وآله عائشة؟ وأجبنا عليه حتى في حلقة أمس. ولكن الأخ علي من الحجاز لديه سؤال، ممكن يعني تخصصون له وقت لأنه باقي 7 دقائق تقريبا. يقول: وجدت إعلان عن كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، ولكن مراجعنا كلهم ينفون أمر زنا عائشة وهي مبرأة على حد تعبيره، ولا نقول يعني لديها أخطاء ولكن ليست لدرجة أن نتهمها بالزنا، فنفر الناس من على حد قولها المذهب الشيعي ونحن لسنا بمذهب، فلا يمكن أن تعاند أو تغي يعني تأخذ برأي غير رأي المراجع الذي يجمعون على عدم زنا عائشة. يعني أتصور أن الأخ الكريم لو يكلف نفسه عناء قراءة الكتاب لتبددت كل هذه الشبهات عن ذهنه. سيعلم أولا أن مراجعنا لا يقولون بما نقل عنهم، وأعني مراجعنا يعني أعلام التشيع، بل على العكس ثبت عن بعضهم القول بزنا عائشة وهذا وثقناه في الكتاب، وسيعرف كذلك بأن قولنا بأنها ارتكبت الزنا هو قول أئمتنا عليهم السلام لما صح عنهم من أحاديث، وليس عندنا حتى حديث واحد ينفي عن عائشة الزنا أو يمنع وقوع أحد من أزواج الأنبياء عليهم السلام في الزنا. الوهم الذي عند الأخ هو أنه يقول هؤلاء ردوا على الشيخ الحبيب، مراجعنا ردوا، وعليه أن يصحح معلوماته، الذين ردوا علينا هم منتحلون للمرجعية، ما رد علينا المراجع المعتبرون، مراجع الحكومة ردوا، الحكومة الإيرانية يعني أمثال ناصر مكارم وأشباه يعني، أما المراجع المعتبرين الآن اللي موجودين ما سمعنا منهم أنهم ردوا علينا بشيء بل التزموا الصمت. من المراجع المعتبرين في النجف مثلا؟ هم المراجع 4 المعروفين، وكذلك المراجع المعتبرين في قم المقدسة.
لا ندعي أن هؤلاء جميعا يوافقوننا على القول بوقوع عائشة عليها لعائن الله في الزنا، ولكننا نقول بأن قولك بأن كل مراجعنا ردوا عليكم وأنهم قالوا لا يمكن أن تقع عائشة في الزنا، فهذا قول مردود عليك، هذا غير صحيح. نحن نعرف من المراجع من غير رأيه هذا الكتاب، ونعرف منهم من يقول بمثل ما نقول به لكن لا يتسنى له أن يصرح به لبعض الظروف. وأما قولك بأنه مهما يحصل هذه زوجة رسول الله وعرضه، فهذا أيضا وهم كبير. ليست عائشة بعرض للنبي صلى الله عليه وآله، كما أنها ليست الآن زوجة له، بل هي بائنة عنه بينونة كاملة أبدية، فالطعن فيها لا يلزم منه أي طعن في النبي صلى الله عليه وآله، كما أن عائشة ليست المبرأة، هذه أكذوبة كبرى جاءت من طرق أهل الخلاف، وإلا فإن المبرأة حقيقة هي السيدة مارية القبطية عليها السلام، وهي التي نزلت آيات الإفك في تبرئتها. وكذلك حينما تقول أنه هذا يعني نحن علينا إما أن نتبع المراجع أو نتبعكم، على فرض أصلا أنه المراجع يقولون جميعا مثلا بأنه لا يمكن أن تقع عائشة في الزنا ونحن نقول بذلك، فأنت إذا كنت يعني تريد أن تعرف الحق في ذلك فعليك أن ترى أي الطرفين له معه دليل، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل، لا أنه تتبع قول الرجال فقط، هذه مسألة ليست مسألة من مسائل التقليد حتى تقول أنا أتبع المراجع فيها، هذه مسألة عقائدية تاريخية بحثية، فعليك أن تبحث ترى من هو معه الدليل الأقوى، فتسمع لهذا الطرف وتسمع لهذا الطرف. لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، فانظر أولا في الدليل، اقرأ الكتاب جيدا، وعند ذلك تعرف بأنه الدليل معنا. وها نحن نتحدى أنه أحد يأتي بحديث واحد عن الأئمة الأطهار عليهم السلام فيه نفي الزنا عن عائشة حتى نسقط تلك الأحاديث التي أثبتت زناها، أو حديث آخر يقول بامتناع واستحالة أن تقع زوجة من زوجات الأنبياء في الزنا، أيضا هذا الشيء ما موجود عندنا. وكذلك إذا افترضنا أيضا موجود، فهات لنا حديثا يقول بأنه لا يمكن أن تقع زوجة سابقة للنبي توفى عنها النبي يمكن أن تقع في المستقبل في الزنا، مع أنه الإجماع قائم على أنه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وهي قتيلة بنت قيس الكندية قد وقعت في الزنا من بعده صلى الله عليه وآله حينما ارتدت وآمنت بمسيلمة الكذاب، وثم بعد ذلك نكحت عكرمة ابن أبي جهل، فهذا النكاح منها هو دليل على إمكان وقوع الزنا، لأن هذا النكاح نكاح باطل، هو نكاح لكنه في واقع الأمر زنا، حيث إنها محرمة على الرجال تحريما أبديا بمجرد العقد بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله، والنبي لم يطلقها. فماذا تقول في ذلك وعليه إجماع حتى المخالفون يعتقدون به؟ لماذا لا تدافع الآن عن عرض رسول الله قتيلة بنت قيس مثلا؟ لا تقول بذلك لأنه مع الأسف قتيلة بنت قيس ليس لها أحد يعني يناصرها حتى الإنسان يتحسس من نسبة الزنا إليها أو نسبة العقد الفاسد إليها. أما عائشة فلا لها جمهور الآن، فمجرد ما واحد يقول أنها بعد ذلك عقدت على طلحة في طريق البصرة وتزوجته، فالكل تشرئب عنقه ويقول حاشا وكلا عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. أوهام وخرافات كثيرة أصلحها هذا الكتاب، فعليك بقراءته حتى تنتفع إن شاء الله تعالى. أحسن سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم على هذه الإجابات، وتقريبا انتهى الوقت، فما يسعني إلا أن أشكرك أول شيء سماحة الشيخ. نعم حياكم الله، شكرا الله لكم. ثانيا أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نحن غدا في صدد عمل برنامج مخصص لجمع التبرعات لقناة فدك، برنامج إن شاء الله يشاركني بتقديمه السيد الشاعر أحمد أبو طبيخ إن شاء الله، ونرجو منكم التفاعل والاتصال على هذا البرنامج، لأن
سنعرض إنجازات قناة فدك وطرق التبرع لهذه القناة حتى يستمر هذا الصوت، صوت الحق وصوت الجهر ببراءة أعداء آل البيت سلام الله عليهم، وصوت الحرية المفتوحة لكافة الأطياف وكافة المذاهب للإدلاء برأيهم في هذه القناة. ما يسعني إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.